وبالتالي هذه المديريات لها أهمية كبرى، سواء في الجانب الاستثماري، في الجانب السمكي، في الجانب السياحي. مفترض أن يكون هناك خطة لهذه المناطق تقوم باشتراك مجموعة من الجهات، هيئة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الثروة السمكية، يعني السلطة المحلية. ولذلك ترك الأمور وكلام حلو من المديرية الأخ الزريقي، لكن على أرض الواقع نحن نعلم أن الفساد يضرب أطنابه في اليمن، وقد كانت هناك مناطق للأسف الشديد يعني همشت ولم تتاح للمستثمرين الحقيقيين، المستثمرين الذين يمتلكون أصول أموال، الذين يستطيعون أن ينتشلوا تلك المناطق من الفقر وأن يعملوا فيها مشاريع كثيرة. أيا كانت نوعية المشاريع، هناك إمكانيات كثيرة لمشاريع لا تعد ولا تحصى، لكن إشكالية أنك تسيطر على المناطق سواء من قوى عسكرية أو من نافذين محليين. أنا ذكرت زيد أو عمرو لأنه الذي في المنطقة يفهمون ماذا أقصد بهذه الألفاظ. ولذلك أقول لك يا أختي العزيزة أنه أرض الميدان تتطلب أن لا يكون فقط مجرد تكذيب لأنه حصل تفريط وحصل كذا. يجب أن تعطى لهذه المناطق امتيازات للمستثمرين الحقيقيين، وأن يكون هناك بلان أو خطة ماستر بلان للمنطقة كاملة، وأن يكون للجهات المختلفة دورها حتى تنمي هذه المناطق، ولا تنتظر أنها تحجزها بأحواش كما ذكر ضيفك في الاستوديو، ولا كما ذكر مدير المديرية. يجب أن تكون لهذه المناطق خطة مركزية بماستر بلان لكل المناطق، وبدء التنمية فيها لأنها من أشد المناطق فقرا، وأعداد السكان ليست بالكبيرة، بمتوسط 30 إلى 40 ألف نسمة في المديرية الواحدة. قد تكون تزايدت تلك الأعداد بعد التعداد السكاني، لكن بالأول وفي الأخير نحن نتمنى لهذه المناطق أن تنهض، ونتمنى لطريق الكدحاء أن ينجو من الهجمات العسكرية الحوثية، وأن يوسع نطاق الحماية لطريق الكدحاء مخا تعز، وأن تتم هذه القوات الموجودة في الساحل الغربي بدل أن تذهب لتحرير المحرر تذهب لتأمين مناطق في حيس باتجاه مفرق العدين، وتأمين مناطق التي هي من هجدة إلى مفرق المخا إلى المخا، الطريق الرابط الرئيسي الذي كان يربط هذه المناطق بعاصمة المحافظة.